اي طبعا الدعوات الهدامه اللي حضرتك يعني يمكن بتذكرها في كلامك هي اكيد دعوات يعني لم تؤثر اولا لا على الشعب المصري ولا حتى على اللي بيحصل النهارده وما يثار من اشاعات في الفتره الاخيره تحديدا، مش بس عن رحيل فايلر، احنا عندنا كم اشاعه دكتور شريف، كم اشاعه من ساعه يمكن من شهر، بقى لنا شهر النهارده كل يوم صحيح. بننفي وده اللي بنطلع بياكد ننفي اشاعات ده مختلفه، بياكد عليه ده على مستوى النادي الاهلي. صحيح. ما بالك بقى لما اتعرض له او يعني لما تتعرض له مصر يعني. فطبعا الدعوات ديت لم يلتفت اليها احد زي ما بنقول دايما وبنكرر، واحنا دايما في امن وامان واستقرار ودايما في مرحله البناء زي ما انت يمكن تفضلت وقلت، يعني من ساعة محمد علي إلى الآن لم تحدث هذه الطفرة في البناء في مصر بالشكل القوي وبالشكل اللافت اللي احنا ما يعني مين اللي هيقدر النهاردة انه يغمي عينيه او يقفلها عن اللي بيحصل ده اكيد. كمان خليني اقول لكم الحقيقه حاجه مهمه، ان كلما زادت النجاحات صحيح كانت كم المعوقات والاحقاد والمحاولات يعني تعطيل هذه المسيره، سواء على المستوى الاصغر في مؤسسه صغيره في العمل او مؤسسه كبيره وعظيمه زي النادي الاهلي او وطن عظيم زي مصر اللي انا دايما بقول انه بقوله خالد الذكري يعني نجيب محفوظ الحائز على نوبل، انه مصر ليست دوله تاريخيه، مصر جاءت ثم جاء بعدها التاريخ. فطبيعي طبعا فطبيعي جدا انك لما تكون بتتكلمي يا سهام عن مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي ان تواجهها الكثير من العقبات ومن الشائعات ومن محاوله تعطيل المسيره. طيب مع الفارق في القياس، لما تتكلمي عن وطن عظيم زي مصر كاد ان يتحول الى دوله فاشله او يورث موارد التهلكه في 2011 و2016 و2013 ثم تاتي ست سنوات الأخيرة لتقفز مصر هذه القفزة الكبيرة ويعاد بنائها في كل المجالات وتحقق ما كان يظنه البعض مستحيلا وده شيء ملموس، فطبيعي أنها تتعرض أيضا لأحقاد ولمؤامرات تحاك بليل. يبقى العبرة هنا فين؟ زي ما جمهور النادي الأهلي هو حمى هذا النادي، فأيضا المصريين وهم على قلب رجل واحد تنكسر على صخرة وحدتهم ونسيجهم الواحد كل محاولات الحقيقه النيل من مقدرات هذا الوطن. عايز بس اقول لكم ان جمهور النادي الاهلي ده جمهور مثقف وواعي وجمهور عظيم وواعي تماما اي محاولات تحاك ضد النادي او ضد الوطن. مجلس اداره النادي الاهلي لا احد يزايد على الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره وجميع العاملين الحقيقه في النادي والمهتمين فيه من رياضيين واعضاء وايضا عائله الاهلي بشكل عام على فكرة لم الشمس ووحدة هذا الوطن ودعمهم الكامل وكونهم مؤسسة لمؤسسة هذا الوطن. البعض يهاني وانت تعلم هذا الكلام يقول لك يعني ايه الاهلي فوق الجميع، بنقول دايما يا جماعة انه الاهلي هو فوق جميع ابنائه والنادي الاهلي مؤسسة من مؤسسات هذا الوطن بتعمل مع مؤسسات الوطن في تناغم وتدعمه وتقف دائما ركن ركين من مؤسسات هذا الوطن الداعمة والمساندة لاستقراره وجمهوره ينتمي بلا حدود إلى هذا الوطن العظيم اللي بنشرف كلنا بانتمائه.